أهلا ومرحبا بحضراتكم مشاهدين الكرام إلى بانوراما إخبارية شاملة نقدمها من قناة النيل الأخبار في القاهرة، ونبدأها وكالمعتاد بأهم العناوين. رئيس الوزراء يتفقد عددا من المشروعات التي تم الانتهاء منها وأخرى جاري إنشاؤها في مدينة شرم الشيخ. الداخلية تعلن مقتل 21 إرهابيا في سيناء خططوا لارتكاب أعمال تخريبية بالتزامن مع عيد الفطر المبارك. 1260 حالة وفاة جديدة بكورونا في الولايات المتحدة، ولا إصابات لأول مرة في الصين. جديد لحضراتكم التحية، ونتحول إلى التفاصيل. تفقد رئيس مجلس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي عددا من المشروعات التي تم الانتهاء منها وأخرى جاري إنشاؤها في مدينة شرم الشيخ، ومن بين المشروعات طريق نبق السياحي وميدان محمية نبق ومدخل المحمية وأعمال تنسيق الموقع والمشايات. كما تفقد رئيس الوزراء محطة تموين السيارات بالطريق الأوسط وإنشاءات جامعة الملك سلمان، حيث وجه بإنشاء مناطق خدمات لوجستية تتواكب مع افتتاح الجامعة. كما تفقد أعمال رصف وتجميل للطرق والإنارة بمنطقة حي النور، وكذلك المنطقة الاستثمارية المستقبلية وطريق سكن العاملين ومكتب العمل، إضافة إلى مبنى وزارة الاستثمار ومكتب الضرائب العقارية بجانب المدرسة اليابانية وموقع إنشاء مجلس مدينة شرم الشيخ الجديد. أفاد بيان وزارة الداخلية أنه في إطار جهودها في ملاحقة العناصر الإرهابية التي تستهدف عناصر القوات المسلحة والشرطة، تم استهداف إحدى المزارع بشمال سيناء في منطقة بئر العبدة، حيث توافرت معلومات لقطاع الأمن الوطني حول اتخاذ مجموعة من العناصر الإرهابية من إحدى المزارع بشمال سيناء مقرا للإيواء والتدريب والتخطيط لتنفيذ العمليات العدائية بالتزامن مع عيد الفطر المبارك. وأوضح البيان أنه بناء على تلك المعلومات تم استهداف الوكرين في توقيت متزامن وتبادل إطلاق النيران مع تلك العناصر، مما أسفر عن مقتل 14 عنصرا بالمزرعة المشار إليها والعثور بحوزتهم على 13 قطعة سلاح آلي وثلاث عبوات متفجرة وحزام ناسف وجهاز لاسلكي، فضلا عن مقتل 7 عناصر بالمنزل المشار إليه وبحوزتهم 4 قطع سلاح آلي وعبوتان متفجرتان وحزام ناسف. وأسفر التعامل عن إصابة 2 من الضباط المشاركين بالمأمورية أثناء التعامل، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتوالي نيابة أمن الدولة العليا التحقيق. تبادل رئيس السيسي التهنئة بمناسبة قرب حلول عيد الفطر المبارك مع عدد من الملوك والرؤساء العرب، وقال السفير بسام راضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية إن الرئيس تلقى اتصالين هاتفيين من كل من الملك عبد الله الثاني بن الحسين عاهل الأردن والرئيس العراقي برهم صالح، أعرب خلالهما عن الأمنيات لمصر حكومة وشعبا بتحقيق التقدم والازدهار. أعلن الدكتور شوقي علام مفتي الديار المصرية أن غدا الأحد هو أول أيام عيد الفطر المبارك. كل عام وحضراتكم بخير. تعلن دار الإفتاء المصرية أن يوم السبت الموافق 23 من شهر مايو لعام 2020 من الميلاد هو المتمم لشهر رمضان لعام 1441 من الهجرة، وأن يوم الأحد الموافق 24 من شهر مايو هو أول أيام عيد الفطر المبارك لعام 1441 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم.
في تنبيه وتعميم لجميع الأئمة والعاملين بوزارة الأوقاف، أعلنت الوزارة أن المسموح به في العيد هو تشغيل مكبرات الصوت بالتكبير المذاع عبر إذاعة القرآن الكريم دون السماح بفتح المساجد أثناء التكبير أو السماح بصلاة العيد داخل المسجد أو خارجه، أو التكبير المباشر من الإمام أو العمال أو غيرهم، وحذرت بشدة من أي مخالفة في ذلك. أكدت هيئة السكك الحديدية أن اليوم آخر أيام القطارات على كافة خطوط الهيئة قبل إيقافها طوال أيام عيد الفطر المبارك ابتداء من الأحد وحتى الجمعة تنفيذا لقرار رئيس مجلس الوزراء. وقامت الهيئة بدفع عدد من القطارات الإضافية على الوجهين القبلي والبحري وزيادة عدد منافذ صرف التذاكر لمنع التجدس والازدحام مع تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا. خدمات واستعدادات مكثفة قامت بها هيئة السكك الحديدية لضمان راحة ركاب القطارات وسهولة تنقلاتهم للمحافظات المختلفة خلال أجازة عيد الفطر المبارك، حيث تم الدفع بستة قطارات إضافية على خط القاهرة أسوان لخدمة ركاب الوجه القبلي، ليصبح عدد قطارات التشغيل للوجهين القبلي والبحري 722 قطار تنتظر الركاب. 12 رحلة يوميا من القاهرة إلى أسوان والمنيا والأقصر الوجه قبلي، لأن زي ما حضراتكم عارفين أكتر الرحلات أو أكتر النقل كله الطلب على النقل في الأعياد بيكون لأهلينا في الصعيد وفي وجه قبلي. قدرنا نوفر 12 رحلة على مدار النهار تنقل أهالينا، مستعدين بكل الإجراءات من شبابيك تذاكر متوفرة، من حجز المخاصيص في نفس اليوم، من طريق الحجز على النت والموبايل آب. هيئة السكك الحديدية أتاحت حجز التذاكر إلكترونيا من خلال موقع الهيئة وعبر تطبيقات الهاتف المحمول تيسيرا على الراكب دون الذهاب إلى منافذ الصرف، حيث تتيح التطبيقات معرفة موعد الرحلة ومكان المقعد. أسهل طبعا وأريح كتير من اللي أنت تيجي المكان وتقطع التذكرة من على دلوقتي النت، أسهل طبعا. بالنسبة للحجز بدل ما يجي تزعم على الشبابيك وكدهون، حجز إلكتروني أريح كتير. حجز عادي خالص الأيام كلها لغاية يوم السبت، أما من يوم الأحد لغاية يوم الجمعة مقفولة. راكب بكل سهولة بيلبس الرقم القومي وبندخله على الجهاز وبتطلع أربع تذاكر، كل راكب ليه أربع تذاكر. ومع تشغيل القطارات الإضافية التي تعمل على مدار الأسبوع حتى يوم السبت، لتتوقف القطارات خلال أجازة العيد تنفيذا لتعليمات مجلس الوزراء للوقاية من فيروس كورونا، تتواصل عمليات صرف تذاكر الركاب من المنافذ بالمحطات وسط إجراءات احترازية منعا للتكدس والازدحام. هيئة السكة الحديد أنهت استعداداتها لنقل ركاب القطارات خلال أجازة عيد الفطر المبارك مع تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا داخل هذه القطارات، ليأتي الدور على الراكب في الالتزام بهذه الإجراءات التي تصدرها هيئة السكة الحديد من أجل رحلات آمنة ومنظمة. أحمد ممدوح، أني. سجلت وزارة الصحة 783 إصابة جديدة بفيروس كورونا، وترفع عدد المصابين في مصر إلى 15786 حالة، كما سجلت 11 حالة وفاة لترفع عدد الوفيات بالفيروس إلى 707، وبلغ عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها من إيجابية إلى سلبية 4960 حالة، خرج منها 4374 حالة من مستشفيات العزل والعلاج. بحث وزير الخارجية سامح شكري هاتفيا مع جوزيب بوريل الممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية للاتحاد الأوروبي نائب رئيس المفوضية الأوروبية، بحث تطورات ملف سد النهضة، حيث اتفق على أهمية التوصل للاتفاق والامتناع عن اتخاذ أي إجراءات أحادية. كذلك بحث الجانبان سبل مواجهة انتشار فيروس كورونا وكيفية تجاوز تداعياته الاقتصادية والاجتماعية، وتناول أيضا مستجدات القضية الفلسطينية والأوضاع في ليبيا.
أعلن الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ عبد الرحمن السديس صدور موافقة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود على إقامة صلاة عيد الفطر في الحرمين الشريفين، وذلك وفقا للأعداد والضوابط المتبعة في الصلوات الأخرى والاحترازات الصحية اللازمة. تعيد كنيسة القيامة في القدس فتح أبوابها الأحد بعد إغلاقها لشهرين بسبب تفشي فيروس كورونا، وذلك وفق ما أعلن المسؤولون المسيحيون عنها. في خطوة تجسد حرص خادم الحرمين الشريفين على إحياء شعيرة عظيمة في نفوس المسلمين في ظل جائحة كورونا المستجد التي ألمت بالعالم أجمع، أعلن الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ عبد الرحمن السديس صدور موافقة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود على إقامة صلاة عيد الفطر في الحرمين الشريفين، وذلك وفقا للأعداد والضوابط المتبعة في الصلوات الأخرى والاحترازات الصحية اللازمة. في الوقت ذاته أكدت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد السعودية على كافة أئمة المساجد بعدم إقامة صلاة العيد في الجوامع أو المصليات بالمملكة، وذلك في إطار الإجراءات الاحترازية لمنع تفشي كورونا المستجد. وفي فلسطين، فقد أعلنت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية ارتفاع عدد الوفيات بفيروس كورونا المستجد في صفوف الجالية حول العالم إلى 93 وفاة، وارتفاع عدد المصابين لأكثر من 1600 إصابة. وفي المغرب العربي، يعاني نحو 32 ألف مغربي عالقين منذ أكثر من شهرين في دول عدة في العالم بسبب إغلاق الحدود للتصدي لفيروس كورونا المستجد، بعد أن قررت المغرب منتصف مارس تعليق كافة الرحلات الدولية لمواجهة تفشي وباء كورونا قبل أيام قليلة من فرض حجر صحي مدد هذا الأسبوع حتى 10 يونيو. أما سلطنة عمان، فقد أعلنت وزارة الصحة تسجيل أكثر من 460 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع العدد الكلي للحالات المسجلة في السلطنة لأكثر من 7200 حالة، وعدد الوفيات إلى 34 حالة. وفي سوريا، أعلنت وزارة الصحة السورية تسجيل 11 إصابة جديدة بفيروس كورونا بين القادمين من دولة الكويت. وكالة الأنباء السورية ذكرت أن إجمالي عدد الإصابات المسجلة في سوريا ارتفع إلى 70 حالة، شفيت منها 37 وتوفيت 4 حالات. يشار إلى أنه لم يتم تسجيل أي إصابات محلية بفيروس كورونا منذ بداية الشهر الجاري، فيما سجلت أول إصابة بالفيروس بسوريا في 22 من شهر مارس الماضي لشخص قادم من خارج البلاد، بينما تم تسجيل أول حالة وفاة في 29 من الشهر ذاته. وفي الكويت، أعلنت وزارة الصحة الكويتية شفاء 232 حالة من المصابين بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع بذلك عدد الحالات التي تعافت لأكثر من 5700 حالة. أعلنت الصين للمرة الأولى منذ انتشار فيروس كورونا على أراضيها عدم تسجيل أي إصابة جديدة أو حالة وفاة بالفيروس، كما أعلنت هونغ كونغ عدم تسجيل حالات إصابة جديدة بكورونا، في حين أعلنت وزارة الصحة الهندية ارتفاع حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا إلى أكثر من 125 ألف حالة، في حين ارتفعت حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في باكستان إلى 52437 حالة. للمرة الأولى منذ بدء الصين نشر البيانات حول فيروس كورونا في يناير الماضي، أعلنت بيكين عدم تسجيل أي إصابات جديدة يوم الجمعة بالفيروس الذي ظهر في أواخر العام الماضي في مدينة ووهان بوسط البلاد، ثم سرعان ما انتشر حول العالم. أمام 3000 نائب بالجمعية الوطنية الشعبية، أعلن رئيس الوزراء الصيني لي كي تشونغ أن بلاده حققت ما سماه نجاحا استراتيجيا كبيرا في معالجة الأزمة التي سببها الفيروس، غير أنه أشار إلى أنه لا تزال هناك مهمة هائلة يجب إنجازها. ومنذ مارس شهدت الصين تراجعا كبيرا في عدد حالات الإصابة المنقولة محليا بعد أن ساعدتها القيود الصارمة على تنقل الأشخاص في السيطرة على الوباء في مناطق كثيرة من البلاد. في المقابل، أعلنت وزارة الصحة الهندية ارتفاع الإصابات بكورونا لأكثر من 125 ألفا، مع حصيلة وفيات بلغت قرابة 3800 حالة. وفي اليابان، أعلن مسؤولون فيها أن احتمالية رفع الحكومة حالة الطوارئ عن العاصمة طوكيو والمقاطعات المجاورة آخذة في الازدياد في ضوء انخفاض الإصابات الجديدة بالفيروس.
وفي باكستان ارتفع إجمالي الإصابات بكورونا لنحو 52,500 شخص مع وفيات بلغت أكثر من 1,100 حالة. سجلت الولايات المتحدة 1,260 وفاة إضافية بفيروس كورونا خلال الساعات 24 الماضية في حصيلة يومية تعتبر ثابتة مقارنة باليوم السابق حسب إحصاء لجامعة جونز هوبكنز. وأظهرت البيانات أن عدد من تعافى من فيروس كورونا كوفيد 19 في الولايات المتحدة وصل إلى 350,135 شخصا. طالب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حكام الولايات بإعادة فتح الكنائس والمعابد والمساجد خلال ساعات بعد إغلاقها بسبب جائحة كورونا، وإلا سيتجاوزهم إذا رفضوا اتباع توجيهاته. خلال ظهور مقتضب، دعا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حكام الولايات الأمريكية للسماح بإعادة فتح أماكن العبادة رغم فيروس كورونا المستجد. أدعو حكام الولايات للسماح للكنائس ودور العبادة الأخرى بفتح أبوابها على الفور. هذه هي الأماكن التي تبقي على وحدة نسيج مجتمعنا. المواطنون يطالبون بالذهاب للكنيسة والكنيس والمسجد. ملايين الأمريكيين يؤمنون بأن دور العبادة تمثل جزءا مهما في الحياة. ترامب الذي يحظى بشعبية واسعة في صفوف الإنجليين المحافظين أشار إلى أن عددا من حكام الولايات اعتبروا متاجر بيع المشروبات الكحولية وعيادات الإجهاض أماكن مهمة يجب إعادة فتحها، وأغفلوا الكنائس ودور العبادة مؤكدا أن هذا خطأ. تحديد الأماكن التي تعتبر أماكن خدمة أساسية في الولايات المتحدة يعد من سلطات حكام الولايات والمسؤولين المحليين في كل ولاية وليس من اختصاص الحكومة الفيدرالية، لذا اتخذ العديد من حكام الولايات قرارات بحظر فتح دور العبادة أو إقامتها شعائر جماعية في مسعى لإبطاء تفشي فيروس كورونا. لكن ترامب قال إنه ينبغي السماح بفتح دور العبادة، شأنها شأن الأماكن الأخرى مثل الصيدليات والمطاعم والمتاجر والمستشفيات والعيادات الطبية. بعض الحكام اعتبروا محال بيع المشروبات الكحولية والعيادات الطبية حيث تجرى عمليات الإجهاض أماكن أساسية، لكنهم تركوا جانبا الكنائس وغيرها من أماكن العبادة. إنه خطأ، غفلوا عن دور الكنائس ودور العبادة الأخرى وذلك خطأ، لذا أنا أصححه وأصف دور دور العبادة بالأساسي. وتم إغلاق دور العبادة في إطار أوامر البقاء بالمنزل التي طبقتها معظم الولايات في محاولة للسيطرة على تفشي وباء كورونا. ومع تراجع حالات الإصابة بالفيروس في الكثير من المناطق تتزايد الضغوط لإعادة فتحها. ووجه ترامب تحذيرا للحكام الذين يرفضون دعوته، لكنه لم يقل تحت أي سلطة سيتحرك لإرغامهم على إعادة فتح دور العبادة. أعلنت فرنسا السماح باستئناف المراسم الدينية التي منعت بسبب انتشار فيروس كورونا اعتبارا من اليوم مع مراعاة كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من الفيروس. قرار فرنسا جاء بالرغم من استمرار تفشي فيروس كورونا في أوروبا التي سجلت أكثر من 170,000 وفاة منذ اجتياح الفيروس القاتل للقارة الأوروبية. يصل فيروس كورونا اجتياحه لقارة أوروبا الأكثر تضررا من وباء كوفيد 19 الذي أودى بحياة أكثر من 300,000 شخص في العالم. أكثر من 170,000 شخص لقوا حتفهم في أوروبا جراء جائحة كورونا، ثلاثة أرباعهم في بريطانيا وإيطاليا وفرنسا وإسبانيا. وتعد المملكة المتحدة أكثر الدول الأوروبية تضررا من الوباء، حيث بلغ عدد الوفيات أكثر من 36,000، تليها إيطاليا بواقع 32,700 وفاة، تليهما فرنسا التي سجلت أكثر من 28,000 وفاة، ثم إسبانيا التي أودى الوباء فيها بحياة أكثر من 27,000. وبالرغم من استمرار فيروس كورونا في حصد الأرواح في القارة العجوز، أعادت فرنسا فتح أبواب دور العبادة لاستئناف المراسم الدينية التي حضرتها السلطات منذ نحو شهرين ضمن إجراءات منع تفشي فيروس كورونا. كما قررت الحكومة الفرنسية إجراء الجولة الثانية من الانتخابات البلدية في 28 من يونيو المقبل. أما بريطانيا فقد أعلنت السلطات أنها ستفرض حجرا صحيا لمدة 14 يوما على المسافرين الوافدين من الخارج،
وهو الأمر الذي أثار حفيظة فرنسا التي أعلنت أسفها لقرار لندن وأعلنت أنها مستعدة لفرض إجراءات مماثلة. من جهتها أعلنت اليونان تمديد عزل مخيمات المهاجرين المكتظة حتى 7 يونيو المقبل، أما النمسا فأعلنت وزارة الصحة فيها تسجيل 639 حالة وفاة وارتفاع إجمالي الإصابات إلى أكثر من 16,000 حالة. المزيد من المتابعات والتعليق ينضم إلينا مباشرة عبر سكايب الدكتور حسين خضرة المستشار بالصليب الأحمر الألماني في دائرة هيرفورد. دكتور حسين، يعني بعد التحية، آخر المستجدات لديك بشأن فيروس كورونا، يعني خاصة مع البدء التدريجي أو البدء في التخفيف التدريجي لإجراءات العزلة في ألمانيا؟ تحياتي لحضرتك في البداية، ويعني ملاحظة صغيرة، أنا لسه الدكتوراه بتاعتي ما خلصتش، بس عشان المشاهد يبقى الأمر بالنسبة له واضح. إحنا طبعا هنا في ألمانيا مع التزامنا الكامل بإجراءات الطب الوقائي وأيضا تجربتنا للفتح التدريجي أو رفع الإجراءات الاحترازية تدريجيا هنا بحيث نقدر نتعايش مع فيروس كورونا، قدرنا في نفس الوقت بالتزامنا ده إن إحنا نصل لأرقام مهمة جدا وأرقام جيدة جدا بتدينا أمل إن إحنا نستمر في رفع القيود داخل ألمانيا. يعني النهاردة عدد المصابين فعليا بفيروس كورونا ولسه ما خفوش عددهم أقل من 10,000 شخص، وأقل من 2,000 منهم محتاج عناية مركزة. ده طبعا بالرغم من أن عدد الإصابات في ألمانيا كان وصل ل 180,000 تقريبيا، ولكن الالتزام هنا بالتباعد الجسدي هو اللي أتاح لنا الفرصة أن احنا نحقق النجاح ده وأن احنا نفكر في تعايش مع فيروس كورونا. بدأنا طبعا تدريجيا في العديد من الولايات هنا ان احنا نفتح الشركات، نفتح المصانع تدريجيا، ولكن طبعا بالتزام كامل بإجراءات الطب الوقائي او الملاحظات اللي أبدتها وزارة الصحة هنا في ألمانيا. وفي نفس الوقت بدأنا نفتح المدارس، بدأنا نفتح المؤسسات التعليمية حتى المطاعم. نعم دكتور، ولكن يعني اسمح لي، وطبعا يعني لقب دكتور يطلق على من يعني تحصل على درجة الدكتوراه او من يمارس مهنة الطب، يعني بوصفك طبيبا، يعني الإجراءات الاحترازية في ألمانيا الى اي مدى اتت ثمارها ولماذا؟ وهل هناك بالفعل حالة يعني رفع تدريجي للإجراءات الاحترازية؟ لأنه يبدو أن العالم ما زال في حالة تخبط بما فيه ألمانيا أيضا. طبعا الإجراءات الاحترازية في ألمانيا حققت نجاح كبير، ولكن أنا آسف تعديل صغير، أنا مش طبيب، أنا مستشار بالصليب الأحمر الألماني رابطة هيرفورد. الإجراءات الاحترازية هنا قدرت تساعدنا أن احنا نحقق نجاح كبير. ليه؟ لأن بعد طبعا البحث اللي تعمل في مدينة هانسبرغ والبحث اللي تعمل في مدينة هامبورغ، كان في نقطة مهمة جدا لازم ناخد بالنا منها، أن معظم حالات الإصابة اتنقلت عن طريق الاحتكاك المباشر، يعني كان في قرب جسدي، وده اللي طبعا ثبت في الابحاث اللي اتعملت. ولذلك هو الحل العملي الموجود هنا المعمول به في ألمانيا واللي معمول به في اي دوله هو البعد الجسدي. الدول النهارده اللي بتقدر او شعوبها بتقدر تلتزم بالبعد الجسدي، تقدر ترفع القيود تدريجيا، تقدر تمارس حياتها بشكل طبيعي، تقدر تحرك اقتصادها تدريجيا علشان تواكب الظروف وتقدر تصمد اكتر فتره ممكنه. الدول اللي الشعب فيها مش هيقدر يصمد او مش هيقدر أو مش هيلتزم باجراءات الطب الوقائي ويحافظ على البعد الجسدي، دي اللي هتحقق او هيبقى عندها مشاكل كبيره جدا زي ما حصل في النموذج الايطالي. وطبعا كل النقط دي هي اللي شجعتنا ان احنا حتى مش بنرفع القيود تدريجيا في المانيا، احنا بدانا كمان في التخطيط لفتح الحدود الالمانيه هنا وفتح الطيران. يعني ابتداء من 15/6 هيبقى في طيران مفتوح هنا في المانيا خارج الحدود الالمانيه، هيبقى في تعامل تجاري مع بعض الدول المجاوره. هناك تخوفات من ذلك يعني سيد حسين؟ التخوف موجود طبعا، ولكن احنا عندنا أزمة كبيرة جدا إلى جانب أزمة كورونا، وهي الركود الاقتصادي اللي حصل في العالم كله. ومشكلة كورونا لازم نواجهها كلنا متكاتفين، يعني مش الحكومة الألمانية هي اللي بتواجه بس أو وزير الصحة هنا هو اللي بيواجه بس. طيب، احنا كشعب يعني كمان علينا مسؤولية كبيرة جدا. السؤال الأخير، يعني اسمح لي حضرتك لضيق الوقت، يعني بافتراض أنه العالم كله يتجه لفكرة التعايش أو فكرة القدرة على التعايش في ظل أي تحدي، يعني هي التجارب السريرية وصلت فين في ألمانيا؟
التجارب الإسرائيلية طبعا يعني في طريق كويس جدا أو ناجحة، ولكن التقارير النهائية هتبدأ تظهر في شهر 6 أو بكتير جدا في نهاية شهر 6، لأن كان في بعض الشركات اللي عملت تجاربها زي كيورفاك على سبيل المثال، والتجارب دي حققت نجاح كبير جدا وقدمت طلب للحكومة الألمانية إنها تحصل على تصريح بممارسة التجارب السريرية على متطوعين وبدأت في التنفيذ. ده معناه إن إحنا خدنا خطوات متقدمة جدا وخطوات مبشرة جدا، ولكن النتائج النهائية طبعا لازم تطلع بعد عدد معين من التجارب السريرية أو حتى يتم اعتماد هذه النتائج ونشرها. بشكرك شكر جزيل السيد حسين خضر المستشار بالصليب الأحمر الألماني في دائرة هيرفورد، شكرا جزيلا لحضرتك. أعلنت منظمة الصحة العالمية أن أمريكا الجنوبية باتت تشكل بؤرة جديدة لوباء كورونا مع وضع يثير القلق خصوصا في البرازيل، وتحتل البرازيل المرتبة الثانية في العالم من حيث عدد الإصابات بفيروس كورونا مسجلة أكثر من 330 ألف إصابة، في حين ارتفع عدد الوفيات إلى أكثر من 21 ألف. أمريكا الجنوبية أصبحت بؤرة جديدة لانتشار فيروس كورونا المستجد، هذا ما أعلنته منظمة الصحة العالمية على لسان كبير خبراء الطوارئ بها مايك راين، الذي أكد أن البرازيل باتت أكثر دول القارة تضررا، في حين تزيد أعداد حالات الإصابة في بعض الدول الإفريقية التي سجلت حالات وفيات بأعداد منخفضة نسبيا. أمريكا الجنوبية أصبحت بؤرة لانتشار فيروس كورونا المستجد. لقد لوحظ في الآونة الأخيرة ارتفاع عدد المصابين بالمرض في أمريكا الجنوبية بشكل واضح. بكل تأكيد ثمة ما يدعو للقلق في هذه المنطقة، ولكن تبقى البرازيل من بين كل دول المنطقة الدولة الأشد تضررا بهذا الوباء. رايان أردف قائلا إن البرازيل أقرت الاستخدام الواسع للعقار المضاد للملاريا هيدروكسي كلوروكين علاجا لكوفيد 19، في حين أن الأدلة الطبية أثبتت بشكل لا لبس فيه عدم جدوى استخدام هذا العقار ضد المرض الجديد لما له من آثار سلبية عدة. لاحظنا أيضا أن حكومة البرازيل أقرت استخدام عقار هيدروكسي كلوروكين بشكل كبير، بالرغم من أننا أشرنا مرارا إلى أن التجارب الطبية التي جرت على هذا العقار لا تدعم استخدامه لعلاج مرض كوفيد 19. وبلغ عدد الإصابات بكورونا في أمريكا اللاتينية أكثر من 550 ألف إصابة، بينما تجاوز عدد الوفيات أكثر من 28 ألف. وبلغ عدد إصابات كورونا في البرازيل نحو 315 ألف إصابة، في حين بلغ عدد الوفيات أكثر من 20 ألف. رايان قال كذلك إن بعض الدول الإفريقية شهدت زيادات في أعداد حالات الإصابة نسبتها 50% في الأسبوع المنصرم، في حين سجلت دول أخرى انخفاضا أو معدلات مستقرة. وأرجع رايان انخفاض معدلات الوفيات في بعض الدول الإفريقية إلى أن نصف عدد سكان القارة في سن 18 أو أقل، إلا أنه أكد أنه ما زال يشعر بالقلق إزاء احتمال انتشار المرض في قارة بها ثغرات كبيرة في خدمات الرعاية الفائقة وأجهزة التنفس الصناعي. وبلغ عدد الإصابات بكورونا في القارة الإفريقية أكثر من 105 ألف، في حين بلغ عدد الوفيات أكثر من 3000. سجلت المكسيك رقما قياسيا للوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا في يوم واحد، حيث تم تسجيل 479 حالة وفاة جديدة إضافة إلى 2960 إصابة جديدة. وأبلغت السلطات المكسيكية حتى الآن عن تسجيل 62527 إصابة بفيروس كورونا و6909 أو 89 حالة وفاة منذ اكتشاف الحالات الأولى في البلاد في أواخر فبراير الماضي. أعلن رئيس بيرو تمديد حالة الطوارئ في البلاد والعزل العام لمكافحة جائحة فيروس كورونا حتى آخر يونيو. وقال الرئيس إن هذا التمديد جاء بعد ارتفاع حالات الإصابة بكورونا إلى 111,698 حالة في ثاني أعلى حالات إصابة في أمريكا اللاتينية، وذلك عقب تسجيل 2,929 إصابة جديدة، كما ارتفعت حصيلة الوفيات إلى 3,244 حالة.
أعلنت وزارة الصحة الكوبية أن استخدام عقارين من إنتاج صناعتها في مجال التكنولوجيا الحيوية أدى إلى انخفاض كبير في عدد الوفيات نتيجة فيروس كورونا بعد أن قلص الالتهاب الشديد في مرضى الحالات الخطيرة من كوفيد 19. في علامة على ناس وتفشي للمرض قد أصبح تحت السيطرة، هكذا أعلنت السلطات الصحية في كوبا بعد استخدام لقاح من إنتاج صناعاتها في مجال التكنولوجيا الحيوية، وقد تسبب في خفض كبير في عدد وفيات بعد أن قلص الالتهاب الشديد في مرضى الحالات الخطيرة من كوفيد 19. السلطات الصحية أعلنت تسجيل حالتي وفاة فقط بكورونا خلال الأيام التسعة الماضية بين أكثر من 200 حالة نشطة في كوبا، وقد عزت الحكومة لحد كبير التراجع الذي حدث في الآونة الأخيرة في الوفيات إلى استخدام العقارين ابتداء من إبريل، والذي ساعد في تهدئة رد الفعل الخطير لجهاز المناعة والذي يهاجم الأنسجة السليمة وكذلك الفيروس. مركز كوبا العلمي لعب دورا كبيرا في الفترة الماضية ونجح في اكتشاف عقار تسبب في تراجع أعداد الوفيات بشكل كبير، كما منع وصول إصابات إلى حالات حرجة. فعلى سبيل المثال، أكثر من 80% من الحالات الحرجة في العالم تلقى حتفها، أما في كوبا فهذه الحالات الحرجة يتم إنقاذها. وتعتزم الحكومة زيادة صادراتها في مجال الصيدلة الحيوية، وقد روجت لعقارات مختلفة تنتجها للمساعدة في منع الإصابة بفيروس كورونا المستجد. إن لقاح CIGB-258 وهو مخصص لمعالجة الأمراض الالتهابية المزمنة مثل التهاب المفاصل قد أظهر قدرة في معالجة مرضى كوفيد-19. الدواء الكوبي الذي جرى اختباره على 52 مريضاً يشير إلى أن نسبة التعافي تصل إلى 78 في الحالات الحرجة. وتشير الأرقام الرسمية إلى أن كوبا حققت نتائج طبية في احتواء تفشي فيروس كورونا، وسجلت أقل من 20 حالة إصابة يوميا خلال الأسبوع الأخير بتراجع عن ذروة تراوحت بين 50 و 60 حالة يوميا في منتصف إبريل الماضي. وبشكل إجمالي سجلت كوبا نحو 1916 حالة إصابة بين سكانها، والبالغ تعدادهم نحو 11 مليون نسمة ونحو 81 حالة وفاة. بانوراما النيل مستمرة مع حضرتكم، وفيها بعد قليل: الجيش الليبي يقتل 18 مسلحا من الوفاق ويستهدف طائرة تركية مسيرة جنوب العاصمة طرابلس. مين قالك ان الفيروس اختفى؟ ليه اهتمامك بنفسك وباللي حواليك قل؟ ليه ما بقتش تلبس الكمامة وتستخدم المطهرات وتغسل ايدك بالمية والصابون زي كل يوم؟ هل مستني حد عزيز عليك يروح منك او حتى يتعب ويتألم ولو ليوم واحد عشان تقدر خطورة الموقف اللي بنمر بيه؟ احنا مش بنخوفك، احنا بس بنفكرك ان فيروس كورونا لسه موجود ولسه العالم مقدرش يكتشف له علاج، ولسه كل يوم ناس بتتصاب وللأسف بتموت بسببه. لسه ما جاش الوقت عشان نطمن ونرجع لحياتنا الطبيعية زي الاول. صحتك وصحة أهلك وصحة كل اللي حواليك مش لعبة، لازم تهتم وما تستهونش بالإجراءات الوقائية اللي بتقولك عليها الدولة أو منظمة الصحة العالمية. علشان نعدي الأزمة دي لازم أنت كمان تساعد وتقوم بدورك، مش بس الدولة. حافظ على نفسك وأهلك وبلدك وخليك قد المسؤولية. أولى وقفتنا الاقتصادية في هذه البانوراما تأتينا بصحبة الزميلة حنان عاطف. أهلا بك حنان. وأشكرك، شكرا لك. مشاهدينا متابعينا، أهلا بكم في هذه النشرة الاقتصادية وأبرز ما فيها: البنك المركزي المصري يطلق مبادرة جديدة لتنشيط السداد الإلكتروني للمدفوعات وتقليل الاعتماد على الدفع النقدي. أطلق
أطلق البنك المركزي المصري مبادرة جديدة لتنشيط السداد الإلكتروني للمدفوعات وتقليل الاعتماد على النقود الكاش، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية التي يتخذها لمواجهة فيروس كورونا. وأوضح المركزي أنه سيتم نشر وتنشيط نقاط البيع الإلكترونية المعروفة باسم ماكينات الدفع الإلكتروني من خلال البنوك الحاصلة على ترخيص القبول الإلكتروني عبر نقاط البيع الإلكترونية. ولفت المركزي إلى أن استخدام ماكينات الدفع الإلكتروني ضمن المبادرة سيقتصر على الشركات والتجار الجدد من القطاع الخاص غير المسجلين لدى أي بنوك قابلة أخرى. أعلن وزير المالية محمد معيط أنه تم بالتعاون مع القطاع المصرفي إتاحة سداد المستحقات الحكومية عبر نقاط التحصيل الإلكتروني بالجهات الإدارية من خلال رمز الاستجابة السريع بواسطة المحافظ الإلكترونية بالهواتف المحمولة. وأضاف معيط أن هذه الخدمة الجديدة وسيلة سهلة وأكثر أمانا في ظل فيروس كورونا المستجد، حيث إن الهاتف المحمول يتعرف على شاشات نقاط التحصيل الإلكترونية عن بعد من خلال رمز الاستجابة السريع، ولم يعد هناك حاجة لإدخال كروت أو غيرها في نقاط التحصيل الإلكتروني لسداد المستحقات الحكومية. كشفت وزارة البترول أنه تم توقيع 5 اتفاقيات جديدة للبحث عن الغاز الطبيعي، وجاري الانتهاء من إجراءات توقيع اتفاقيتين، ويبلغ إجمالي استثمارات الاتفاقيات حوالي 975 مليون دولار كحد أدنى، ومنح توقيع 46 مليون دولار. كما تم التوقيع بالأحرف الأولى على اتفاقيات جديدة باستثمارات تصل إلى 690 مليون دولار، ومنح توقيع 19 مليون دولار، بالإضافة إلى الانتهاء من حفر 10 آبار استكشافية وجاري حفر بئر استكشافية أخرى باستثمارات 314 مليون دولار. أكدت مؤسسة انترناشونال فاينانس ريفيو الرائدة في مجال أبحاث أسواق المال في العالم، أكدت أن مصر أثبتت أنها أحد الخيارات القليلة المتاحة أمام المستثمرين في العالم لاستثمار أموالهم في ظل الظروف الحالية التي يمر بها الاقتصاد العالمي. وأرجعت المؤسسة ذلك إلى النجاح الذي حققته مصر في طرح سنداتها السيادية الدولية نهاية الأسبوع الماضي. وذكرت المؤسسة الدولية أن مصر أثبتت أنها المفضلة لدى المستثمرين بعدما جمعت نحو 5 مليارات دولار الخميس الماضي من إصدار سندات سيادية دولية تم تغطيتها أكثر من 4 مرات بأكثر من 21 مليار دولار، ما يعكس تهافت المستثمرين الدوليين وثقتهم في الاقتصاد المصري. ومشاهدينا، كانت هذه وقفتنا الاقتصادية، ولكن أعود إليكم بعد قليل في وقفة رياضية في بانوراما النيل، لكن بعد استكمال البانوراما وزميلي أيمن. إليك. بالتأكيد حنان، وشكرا جزيلا لك على هذه القراءة الاقتصادية. أعلن الجيش الوطني الليبي مقتل 18 مسلحا من كتائب حكومة الوفاق بقيادة القوات التركية في محور الطويشة جنوب العاصمة طرابلس. من جهة أخرى، ذكرت شعبة الإعلام الحربي للجيش الليبي أن منصات الدفاع الجوي بالقوات المسلحة استهدفت طائرة تركية مسيرة وأسقطتها قرب منطقة القريات جنوب العاصمة طرابلس. للمزيد من القراءة والمتابعة والتحليل ينضم إلينا عبر الهاتف الأستاذ عبد الستار حتيتة، الكاتب الصحفي المتخصص في الشأن الليبي. يعني سيد عبد الستار، بعد التحية كل عام وحضرتك بخير، يعني لو تقرأ لنا حقيقة الأوضاع الميدانية خاصة بعد ما يمكن وصفه نسبيا بالتضارب، أو بعد يعني مقتل 18 مسلحا من كتائب حكومة الوفاق على يد قوات الجيش الوطني الليبي. مرحبا، كل عام وانتم بخير وحضرتك بالصحه والسلامه. هناك طبعا معارك مستعره ما بين الميليشيات والمرتزقه ومن يسمون بالقوى المسانده، ومعظمهم ممن ترسلهم تركيا الى العاصمه طرابلس. هذه المعارك مستمره لسبب بسيط، وهو ان الجيش الوطني الليبي حين اعلن عن نيته اخلاء بعض المناطق في جنوب طرابلس
من أجل إتاحة الفرصة للمواطنين لقضاء وقت العيد، عيد الفطر المبارك. هذه الميليشيات بدأت في محاولة التمركز في المناطق التي يسعى الجيش لإخلائها. من هنا حدثت الاشتباكات وسقط عدد من القتلى الذين أشار إليهم الجيش الوطني في صفوف المرتزقة. أما الطائرات المسيرة فمعروف أن تركيا تضغط بقوة من أجل ضرب وإثارة الفتنة في مدينة ترهونة التي تعد معقلا مهما للجيش الوطني الليبي في شمال غرب ليبيا، ويحاول الجيش بقدر الإمكان التصدي لمثل هذه الهجمة الشرسة. أشكرك شكر جزيل على هذه المداخلة الأستاذ عبد الستار حتيت الكاتب الصحفي المتخصص في الشأن الليبي، شكرا جزيلا لحضرتك. بعد قليل في بانوراما النيل، الفن في زمن كورونا، شعار طبقته دبي عبر طباعة واقيات الوجه بتقنية ثلاثية الأبعاد لمكافحة الفيروس. وباء كورونا اختبار وتحدي ولسه ملوش دواء، ومهم اننا ننجح فيه مع بعض. كلنا محتاجين نرجع الشغل علشان نعرف نعيش، ولازم نلتزم بارتداء الكمامات اثناء التواجد في المواصلات العامه، ونحافظ على مساحات تباعد كافيه قدر الامكان مع الركاب الاخرين، ودون خلع الكمامات. في حاله التكدس على احدى وسائل المواصلات يفضل الانتظار واستغلال الوسيله التاليه. في حال وجود طابور يجب الالتزام بالمسافة المحددة بين كل فرد. استخدام الوسائل الإلكترونية لحجز التذاكر قدر الإمكان. احمي نفسك، احمي بلدك. إذن وقفتنا الثانية رياضية، وهي أيضا مع الزميلة حنان عاطف. من جديد لك التحية. شكرا جزيلا لك حنان. قام مركز صغير بالمنطقة الصناعية بدبي بصناعة واقيات للوجه عليها طابعات ثلاثية الأبعاد، وقد قام المركز ببيع واقيات الوجه ثلاثية الأبعاد لشرطة دبي ورجال الإطفاء، في حين قامت الشركة الناشئة بصنع واقي وجه يدور بمقدار 180 درجة كاملة ويمكن تعقيمه للأطباء والممرضات. وقالت الشركة إنها تنتج 10,000 واقي للوجه في الأسبوع، مشيرة إلى أن المنتج صنع ليلائم مختلف مجالات العمل. ختام البانوراما نظرة على أبرز العناوين. رئيس الوزراء يتفقد عددا من المشروعات التي تم الانتهاء منها وأخرى جاري إنشاؤها في مدينة شرم الشيخ. الداخلية تعلن مقتل 21 إرهابيا في سيناء خططوا لارتكاب أعمال تخريبية بالتزامن مع عيد الفطر المبارك. 1260 حالة وفاة جديدة بكورونا في الولايات المتحدة ولا إصابات لأول مرة في الصين. ختام البانوراما جاءكم من النيل في القاهرة، نشكر لحضراتكم حسن المتابعة ودمتم في أمان الله، إلى اللقاء.